يصرف مع إدارة بتديله كل الصلاحيات وكل الأموال اللي بس بيقول عليها بتتنفذ. فأعتقد إن لابورت واحد من الصفقات اللي هتعمل إضافة كبيرة جدا لفريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي أو في مشوارهم في الشامبيونز ليج. نروح للاعبتنا المصريين في ويست بروميتش وتعاقد علي جبر طبعا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية شراء ويست بروميتش للاعب في بداية الموسم. ونروح ونشوف ازاي حجازي رحب بعلي جبر بعد انتقاله لفريق ويست بروميتش. I'm Ahmed here. I want to say hello and good luck for my brother. Welcome. Welcome, Ali. I'm Ahmed here. I want to say hello and good luck for my brother. Welcome. Welcome, Ali. I'm Ahmed here. I want to say hello and good luck for my brother. Welcome. Welcome, Ali. علي جبر واحمد